حزب الله لم يتكلم باسم الدولة اللبنانية، بل قال أن المقاومة وحزب الله تحت إرادة الدولة اللبنانية. إن قالت هذه، إن قبلت الدولة نحن نقبل، وإن رفضت نحن نرفض. فلبنان في حكومته وشعبه وجيشه ومقاومته رفض العروضات التي قدمتها أمريكا، والشعب في لبنان يدرك أن الثوب الأمريكي ما هو إلا قناع لإسرائيل وليس أكثر. نعم، يبقى معي سيد حسام، استمعنا لهذه التصريحات دكتور عنان. ماذا يعني في البداية؟ وهناك سيادة لبنانية، دعنا نقول سيادة لبنانية للحكومة اللبنانية، رفض حزب الله لمقترحات تأتي من الحكومة اللبنانية، وكأنه احتكار من قبل هذا الحزب لقضية حقول الغاز وحتى الانجدار الإسمنتي مع إسرائيل. نعم، نحن نعلم بأنه السياسة في داخل لبنان هي معقدة جدا، ولبنان الذي تحدث عن النأي بالنفس من كل النزاعات الإقليمية الموجودة أراد أن يبتعد عن كل السياسات الإقليمية، والآن لبنان موجود تحت اجتياح لسياسات إقليمية أكبر من حجم لبنان ومن كاهل لبنان. وهذا الخلاف أو النزاع الحدودي هذا نزاع تاريخي، يعني جدد الحديث عنه مؤخرا من أجل ملفات إقليمية. هذا ليس شأن لبناني، هذا شأن فارسي إيراني، وأخشى بأن يكون لبنان سيتحمل كل هذه المسؤولية. أمريكا طرحت فعلا نفسها كوسيط، ولكن هذا النزاع الذي يأتي به حزب الله لا تستطيع الحكومة اللبنانية الحالية الآن أن ترفضه.